أهلا بكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم. إعداد مهندس كرول سيفعل. وفي حلقة النهاردة هناخد Transfer Functions للSystems with Gears، للأنظمة الميكانيكية الدورانية معها تروس. وتعتبر حلقة النهاردة هي استكمالا للحلقة السابقة، وفيها هناخد أمثلة إن شاء الله كتطبيق على الفيديو السابق. ناخد مثالين سهلين بس محتاجين تركيز. في المثال اللي قدامك هو محتاج سيتا 2 على تي، فين تي على الرسم على اول برانش A، فين سيتا 2 موجودة في تاني برانش. قبل ما انا افكر في حل المسألة لازم اشوف التورك عندي والسيتات على الرسم. يلا كده عندي البرانش الاول في تي، هي بقى هنا هيدور بسيتا 1، هعدي الانيرشي عندي هنا هيبقى عندي سيتا 1، هعدي الترس يبقى سيتا 2 هتبقى في عكس الاتجاه، وقتها البرانش ده هيأثر عليه ايه؟ تي 2. هتعدي الانيرشي هتبقى سيتا 2، انزل على الترس تحت هتبقى هنا عندي سيتا 3 وتي 3، يبقى عندي هنا سيتا 3 والتورك اللي بيأثر تي 3. طب هتعدي الانيرشي هتبقى سيتا 3، هتعدي السبرينج تبقى 0 عشان حاجه، يبقى كده انا حطيت السيتا عندي والتورك على الرسم واتجاهاتهم كمان. في نقطه مهمه، طريقة الحل اللي انا بحل بيها في الفيديو ده لازم كل البرانشات اللي عندي يبقى فيها سيتا وحيدة، يعني البرانش الاول هنا فيه سيتا وحيدة اسمها سيتا 1، البرانش التاني كله بيدور بسيتا وحيدة اسمها سيتا 2، البرانش التالت بيدور بسيتا وحيدة اسمها سيتا 3، لان لو في اكتر من سيتا في البرانش طريقة الحل دي هيبقى فيها تعديل، ما ينفعش احل بالطريقة اللي انا بحل بيها دي، هيبقى فيها تعديل صغير وده هنشوفه في فيديوهات قادمة ان شاء الله. ارجع تاني لطريقة الحل، انا هسأل على سيتا 2 في البسط اهي، يبقى سيتا 2 موجوده في البسط، اروح ارسم خط واروح اقول كده سيتا 2، يبقى هنا ارسم سيتا 2 واخد نفس الاتجاه سيتا 2. مين اللي بيأثر في البرانش الثاني؟ ما سيتا 2 دي موجوده في البرانش الثاني، مين التورك اللي بيأثر في البرانش الثاني؟ اسمه تي 2. ارجع تاني اسال، هل التي اللي هنا هي نفس التي اللي هنا؟ التي الموجوده في الترانسفير فانكشن هي نفس التي اللي انا حصلت عليها من تطبيق على الرسم؟ لا، ده تي 2 وهو عايز تي، يبقى محتاج ان انا احول. لازم قبل التحويل تاخد بالك، انا هشتغل على تي 2 وتي، تي 2 وتي موجوده في انهي برانش؟ برانش الثاني والبرانش الاول، يبقى لازم انا هشتغل على الترس اللي ما بينهم، يبقى انا هشتغل على الترس ده واطبق قانون التورك وقتها. ما تنساش التي هتتكتب في الاخر والان بتاعت البسط اللي علاقه بالتي اللي قبلها مباشره، يبقى انا عايز تي 2 متلال التي 1، يبقى تي 2 وهنا تي 1، ان البسط ليها علاقه بتي 2، يبقى ان البسط ليها علاقه بتي 2، هروح ابص على الترس ده تي 2 اهي، يبقى اخد الان بتاعته دي، لان تي 2 برضو ليه ان ناحيه اليمين، ان 3، يبقى اخد ان 3 ولا ان 2؟ لا، ما انا ظللت على الترس من قبل كده، لان انا عايز تي 2 مع تي، تي 2 مع تي، يبقى انا اشتغل على الترس الوسيط ما بينهم او المشترك ما بينهم، يبقى تي 2 هنا الان بتاعتها ان 2، تبقى ان 2 في البسط. طب تي 1 عندي اهو، او تي عموما الان بتاعته ان 1 اهي، لان انا شغال على الترس ده، تبقى ان 2 على ان 1 زي ما انت شايف كده. يبقى ارجع تاني اشيل تي 2 من على الرسم اعوض بيها بالقيمه اللي انا حصلت عليها، اروح اطبق المعادله بتاعتي على الرسم، الامبيدنس في سيتا 2 بتساوي التورك بدلاله تي 1 او تي، تمام؟ يبقى اقول كده الامبيدنس القوس ده ثابت زي ما قلنا، في سيتا 2 بيساوي التورك اللي هنا ده بدلاله ما هي تي 1 هي تي. طيب هو عايز الترانسفير فانكشن سيتا 2 على تي، يبقى سيتا 2 اسحب تي في المقام، هيبقى ده البسط، واسحب ده في المقام الناحيه الثانيه، تطلع بالشكل اللي انت شايف. ايه اللي عندي؟ عندي ثلاث مجاهيل او ثلاثه بارامتر، نشوف الثلاثه بارامتر بجيبهم ازاي. اكتب كده زي ما انا بقى اسال، هو انا شغال على انهي برانش؟ ده انت عايز سيتا 2، وسيتا 2 دي موجوده في انهي برانش؟ برانش 2. يبقى دايما اسال على الخارج او على البسط بتاع الترانسفير فانكشن، سيتا 2 يبقى ايه؟ موجوده في البرانش الثاني. يبقى انا هنا هحط الامبيدنس الخاصه بالبرانش الثاني 2. بص على الرسم كده، هل في امبيدنس عندك؟ في جي، ايه الجي موجوده؟ جي 2. طب في حاجه ثانيه جي؟ لا. طب في دي؟ لا. في كي؟ لا. لا، الكلام ده غلط مش صح. ليه؟ لان التروس اصلا اللي بيحطها ليها انيرشيا، لان الترس ده ليه وزن، وكمان في فريكشن بين الترس والترس الثاني لما بيبقى في احتكاك بين الترسين اثناء الدوران، فهتلقى الترس احيانا بيحط لك ليه قيم انيرشيا واحيانا قيم دامبنج، فبالتالي لازم تاخد بالك. فبالتالي البرانش الثاني عندي في جي 2، طب والترس اللي هنا ده معلوش حاجه، انا باخد على طرف الترس اللي هنا ده اللي هو الجير ده، ما فيش جي ولا دي خاصه بيه. طب الناحيه الشمال انا شغال على البرانش 2 ده، ده في 2، يبقى الجزئيه دي فيها دي 2، يبقى ده كله ليه علاقه بالبرانش الثاني، يبقى البرانش الثاني في جي 2 وعندي دي 2، في حاجه ثانيه؟ لا، يبقى جي 2 ودي 2 وزيرو، تمام، يبقى انا شغال على البرانش 2. البرانشات الباقيه
فاضل البرانش واحد وبرانش تلاتة، يبقى برانش واحد يتنقل لبرانش اتنين وبرانش تلاتة يتنقل لبرانش اتنين، لأن برانش اتنين هو الأصل. يبقى أقول كده برانش واحد هيتنقل لبرانش اتنين، يبقى هحط مين دلوقتي؟ الامبيدنس الخاصة ببرانش واحد، يبقى امبيدنس خاصة ببرانش واحد هتتنقل لبرانش اتنين. يبقى ايه الامبيدنس الموجودة في برانش واحد؟ بص على الرسم ده موجود جي واحد، بص على الترس الخاص بيه، اه موجود دي واحد، يبقى جي واحد دي واحد، هنلقى مفيش كي هنا، يبقى الكي بزيرو. هروح بعد كده للريشيو، انا هحول من واحد لاتنين، يبقى انا شغال على البرانش واحد والبرانش اتنين، يبقى برانش واحد وبرانش اتنين. يبقى لما احط الريشيو كده مباشرة عيني تيجي على الترس المشترك بين واحد واتنين اهو، يبقى انا احط ايه؟ ان الخاصه برانش 2 على ان الخاصه برانش 1، ادي برانش 2 الان الخاصه ب ان 2 على الان الخاصه بالبرانش الاول اللي اسمها ان 1، تتربع ما تنساش، يبقى انا حطيتها وربحتها. اه ده انا اتخلصت من برانش 1 نقلته ل 2، فاضل ايه عندي تاني؟ اه ده برانش 3، المفروض البرانش 3 يتنقل ل 2 لان 2 هو الاصل، ما تنساش عينك على الخارج دايما هنا، يبقى 2 هو الاصل، يبقى هنقول برانش 3 ل 2، يبقى احط امبيدنس مين؟ الامبيدنس الخاصة ببرانش 3 اللي هنقول منه اللي هو عند السورس. بص على الرسم هنا، هل في جي؟ اه في جي 3، طب في دي؟ اه في دي 3، في كي؟ اه في كي اللي هي دي السبرنج اللي هنا، هتلاقى في الرسم كي، هتلاقى هنا محطوطة كي زي ما انت شايف كده، يبقى عندي جي 3 دي 3 كي. طب ايه الريشيو عندي؟ اول ما تيجي عينك على الريشيو تسأل، انا هنقول 3 ل 2، يبقى انا شغال بين البرانش التالت والبرانش التاني، يبقى انا شغال بين البرانش التالت والبرانش التاني، يبقى ابص على الترس المشترك ما بينهم، يبقى انا ظللت عليه كده، اروح اقول كده ان الخاصه برانش 2 على ان الخاصه برانش 3، واحد هيقول 2 ان 2 على ان 3، غلط، لازم تلتزم بالمسميات اللي على الرسم. انا هقول كده ان الخاصه برانش 2 على ان الخاصه برانش 3، طب برانش 2 الان بتاعته اه ان 3 على ان الخاصه برانش 3، برانش 3 الان بتاعته ان 4، تبقى ان 3 على ان 4، اربحها واضربها في كل اليمنت عندي. طبعا انا هخلص الموضوع ده لان هو مديني القيم على الرسم، فهعوض بالقيم دي، فبعد ما عوض بالقيم دي طلع بالقيم ان هي اللي قدامك دي، هو اصلا ترانسفير فانكشن اللي هو عايزها، وانا حصلت على القانون بتاعها عباره عن ان 2 على ان 1 على المقام. طب ما ان 2 وان 1 موجود على الرسم، جي اي ودي اي وكي اي، انت حصلت عليهم القيم دي، ابتدي اعوض، لما اعوض احصل على ترانسفير فانكشن اللي قدامك دي. نروح المثال بعد كده على الرسم، هو مديني هنا على الشفت الاول تي وعلى الشفت الثالث سيتا 3، وهو عايز ترانسفير فانكشن سيتا 3 على تي. اعمل ايه؟ زي ما قلنا اول حاجه افرض السيتا والتورك بتاع الرسم، يبقى تي هفرض سيتا 1، البرانش الثاني في عكس الاتجاه تي 2 سيتا 2، البرانش الثالث تبقى تي 3 عكس اتجاه الاولاني اللي هو القبل على طول، يعني قبل ما ابتدي احل بطريقتي اسال على البرانشات، هل كل برانش بيدور بسيتا وحيده؟ اه البرانش ده فيه سيتا وحيده، البرانش ده فيه سيتا وحيده، البرانش ده فيه سيتا وحيده، تمام، يبقى طريقه الحل اللي انا بحل بيها في الفيديو ده صحيح. نبتدي زي ما اتعلمنا، اسال على البسط، البسط عندي كام؟ سيتا 3، يبقى ارسم خط واروح اسال على الخارج اللي هو سيتا 3، الخارج سيتا 3 ارسمه، سيتا 3 موجوده في انهي برانش؟ اه البرانش الثالث، طب مين اللي بيأثر وقتها؟ تي 3، يبقى ارسم تي 3، ارجع اسال ثاني هل تي 3 هو نفس التورك الموجود في الترانسفير فانكشن؟ لا مش هو، يبقى لازم احول تي 3 لتي. طب ابص على الرسم، تي 3 في البرانش الثالث وتي موجوده في البرانش الاول، طب ما فيش علاقه ما بينهم، ما فيش علاقه مباشره بين الاثنين، ما فيش ترس واحد، لا ده انا محتاج اعمل ايه؟ هشيل تي 3 بدلالة تي، معرفش، اخلي تي 2 بدلالة تي، واخلي بعد كده تي 3 بدلالة تي 2، تمام؟ يبقى انا هحط القانون التورك عندي وهبتدي اشتغل على برانش برانش، هقول تي 2 بدلالة تي، اجيبها ازاي؟ يبقى اشتغل على الترس ده، لان انت شغال على تي 2 وتي، يبقى اظلل على الترس اللي انا شغال عليه، يبقى اكتب هنا تي 2 وهنا تي 2، الان بتاعتها بكام؟ اه تي 2 الان بتاعته ان 2، تبقى ان 2 في البسط، تي الان بتاعته ان 1، تبقى ان 2 على ان 1، زي ما انتم شايفين كده، دي اول علاقه، يبقى جبت تي 2 بدلاله تي، محتاج اجيب العلاقه بين تي 3 وتي 2، لان الاصل اصلا انا عايز تي 3 بتي، تمام؟ يبقى عايز تي 3 بدلاله تي 2، اظلل او اشتغل على الترس اللي بين تي 3 وتي 2، يبقى اعوض هنا تبقى تي 3 وهنا تي 2. واحد هيقول ان 3 على ان 2، اقول لك غلط، لان انت ما بصيتش على الترس، ابص على الترس تي 3 الان بتاعته كام؟ اه ده انا شغال على الترس ده تبقى ان 4، تي 2 الان بتاعته تبقى ايه؟ ان 3، تبقى العلاقه قدامك زي ما انت شايفها، تي 2 عندي اجيبها من العلاقه اللي فوق، هبتدي اعوض، بعد ما اعوض احصل بالشكل ده، مباشره تي 3 اللي هنا اشيلها واحوض عنها بالتورك اللي انا حصلت عليه، اروح امسك المعادله دي اطبقها واقول الامبيدنس في سيتا 3 بتساوي التورك، التورك ده كله، زي ما انت شايف كده، ترانسفير فانكشن هو عايز سيتا 3 على تي، يبقى سيتا 3 اسحب تي في المقام،
اسحب دي في المقام الناحيه الثانيه، هبتدي اطبق عندي الجي اي والدي اي والكي اي، دي البارامتر اللي عندي الانون الغير معروفه اللي انا محتاج اعمل ايه. زي ما اتعلمنا اكتب كده الثلاثه واقول يساوي. انت شغال على انهي برانش؟ على الخارج اللي هو 6 3، يبقى انا شغال على البرانش الثالث، يبقى احط الامبيدنس الخاصه ببرانش 3. بص على الرسم، ايه اللي موجود في البرانش؟ ده ما فيش حاجه هنا على الشافت نفسه، لا ده في حاجات على التروس، خلي بالك. يبقى بص على البرانش ده كله والبرانش 3، انا اللي عندي جي 4 وجي 5، انا في الجي بجمع الجهات، يبقى في البرانش 3 جي 4 وجي 5 اجمعهم مع بعض. طب الدي؟ دي 4 ودي 5. طب في كي؟ لا مفيش كي، يبقى هنا تبقى جي 4 زائد دي 5، دي 4 زائد دي 5، وهنا زيرو. ده البرانش 3. فاضل ايه برانشات عندي؟ برانش 1 وبرانش 2. يبقى انقل برانش 1 ل 3 وبرانش 2 ل 3. يبقى اقول كده هبدا ببرانش 2 ل 3، هنقل 2 ل 3. طيب يبقى احط الامبيدنس الخاصه ببرانش 2 الاول. يبقى الامبيدنس الخاصه ببرانش 2 عندي، بص على الرسم، في جهات برانش 2 اهو، ده في جي 2 وجي 3. طب في دهات؟ دي 2 ودي 3 واجمعهم. في كهات؟ لما فيش كي يبقى زيرو. طبعا هنا القيم ما تتحطش كده وخلاص، لازم بين قوسين، لان الجهات دي كلها المحصله بتاعتها هتتضرب في ريشيو، فانت لو ما حطيتش الاقواس دي معناها جي 3 بس اللي هتتضرب في ريشيو، وجي 2 هتتجمع على اللي قبلها بس، وكده يبقى خطا. لا، الجهات اللي موجوده في برانش 2 محصلتهم هتتضرب في ريشيو، الدهات اللي موجوده في برانش 2 هتتضرب في ريشيو، الكيهات اللي موجوده في برانش 2 هتتضرب في الريشيو. لازم الاقواس هنا وتخلي بالك من النقطه دي. فانا اعمل ايه؟ ده انا هشتغل على برانش 2 و3، برانش 2 و3، يبقى ادور على الترس بين برانش 2 و3، برانش 2 وبرانش 3، يبقى اظل على الترس اللي انا هشتغل عليه، واقول كده ان الخاصه ببرانش 3 على ان الخاصه ببرانش 2. برانش 3 الان بتاعته كام؟ ان 4 على البرانش 2 اللي هو ان 3، تتربع زي ما انتم شايفين كده. انا كده اتخلصت من برانش 2 حولته لبرانش 3، فاضل عندي مين؟ خلي بالك الاصل 3، فاضل عندي برانش 1. برانش 1 ده عامل له ايه؟ المفروض يتحول لبرانش 3. يبقى اقول كده برانش 1 هيتحول ل 3، يبقى احط الامبيدنس الخاصه ببرانش 1. بص على الرسم، ايه الامبيدنس الموجوده في برانش 1؟ جي 1 دي 1. في حاجه ثانيه؟ لا، يبقى جي 1 دي 1 0. هضربه في الريشيو عندي، الريشيو عندي هحول من 1 ل 3، يبقى الان الخاصه ببرانش 3 على الان الخاصه ببرانش 1، يبقى ان الخاصه ببرانش 3 على الان الخاصه ببرانش 1. طب اصلا في علاقه بين برانش 3 وبرانش 1؟ لا، يبقى ان الخاصه ببرانش 3 على ان الخاصه ببرانش 1 الكلام ده خطا مش صح. اعمل ايه؟ ده انت عايز تحول برانش 1 ل 3، هعمل ترانزيت كده زي الطياره مسافره بتعمل ترانزيت في ايه دوله معينه وبتطلع تاني تكمل نفس النظام. يبقى هاجي برانش 1 هنقوله لبرانش 2، وبرانش 2 هنقوله برانش 1، دي كلها عشان تجيب الريشيو. يبقى اعمل كده 1 ل 3 مفيش اتصال مباشر، هجزقه، او ال 1 ل 2 ده كله عشان احط الريشيو. طب 1 ل 2 يبقى شغال على برانش 2 وبرانش 1، يبقى اظلل على الترس اللي انا شغال على برانش 1 وبرانش 2 المشترك ما بينهم. يبقى هقول كده ان الخاصه ببرانش 2 على ان الخاصه ببرانش 1، ان الخاصه ببرانش 2 اللي هي كام؟ ان 2. ان الخاصه ببرانش 1 ان 1، تبقى ان 2 على ان 1 متربع. يبقى اقول كده ان 2 على ان 1 متربع، تمام. بس احنا الاصل بتاعنا 1 ل 3، انت جبت 1 ل 2، ده انا بعد كده ما هروح احول 2 ل 3، 2 ل 3 يبقى انا شغال على برانش 2 وبرانش 3، والمشترك ما بينهم برانش 2 وبرانش 3، يبقى مين الترس المشترك ما بينهم؟ اهو. يبقى اقول كده ان الخاصه ببرانش 3 على ان الخاصه ببرانش 2، اوعى تغلط وتقول ان 3 على ان 2، غلط. ان الخاصه ببرانش 3 على ان الخاصه ببرانش 2. برانش 3 الان بتاعته كام؟ ان 4 على الان الخاصه ببرانش 2 اللي هي ان 3، يبقى ان 4 على ان 3 متربع. يبقى كده من 1 ل 3 احط الامبيدنس بتاعت البرانش 1، من 1 ل 3 مفيش اتصال مباشر هجزقها، هقول من 1 ل 2 ومن 2 ل 3، من 1 ل 2 هحسب الريشيو عندي، ما تنساش بتتربع واضربها في كل ايليمنت، وهكمل اول 2 ل 3 احط الريشيو عندي تتربع وهتتضرب في كل ايليمنت برضه. في نقطة مهمة برضه ما تنساهاش، ان محصلة الجهات هنا لازم تتحط بين اقواس، ولو في جهات هنا برضه لازم تتحط بين اقواس، تمام؟ لازم تلتزم بالاقواس ولا بتحل غلط. عند القيم طبعا على الرسم هعوض بيها، لو ما عنديش يبقى خلاص كده. واتمنى حلقة النهاردة تكونوا استفدتوا منها حتى لو بحاجة قليلة، وشكرا جزيلا.